بهذا الفيديو نتحدث كيف تضاعف أرباحك من اليوتيوب، يعني أرباحك تضاعف من 5 لـ 6 لـ 7 أضعاف تقريبا. الخطوات جدا بسيطة، حاول بأنه تستعمل هذه الخطوات. إذا شفت الخطوات، إذا عملت هذه الطريقة وما شفت التغير، تقدر ترجع بأبسط طريقة بنفس ما تعمل حاليا، يعني خلال دقائق. أول ما تدخل على عناصر التحكم في الحظر، يفتح لنا هذه العناوين، الفئات والعناوين. أول ما ندخل على عنوان الأولدر هون تحت، يعني شوف أعمل هذه الخطوات، ما تخسر شيء. مثلا تريد تعمل حظر لبعض مواقع بأنه إعلاناتها شبه معدومة، يعني مثلا اعلانات تقريبا اذا ما تتفرج على اعلانات 30 ثانية ما تحسب لك سنت او اقل من سنت، او بعض مرات اعلانات اذا ما تشتري اعلان منهم او شغلة منهم عن طريق الاعلان ما يحسب لك ولا سنت. مثلا نكتب، لازم تكتب اول شيء W هذا والبونت facebook.com، نعمل بحث، ماشي، اعطانا الفيسبوك، ماشي. احنا نعمل الفيسبوك اعلانات، يعني ما في ربح، قليل جدا. اعمل له حظر، هاي نقطة ثانية. تدخل نفس المكان تكتب www.suiswa.com، كمان تعمل لحظر. هذا موقع آخر، هو منصات ومواقع كبيرة ولكن إعلاناته ما تنفع حقيقة، ما تنفع، يعني ما ينفعك بشيء. والموقع آخر جوميا، مثلا JUMI، هذا اللي فيها النقطة A.com، هذا جوميا كما تعمل لحظر. وفي مواقع آخر إذا أنت بحثت عنها تعمل لحظر كمان، ما في مشكلة. هذن المواقع تعمل لحظر، ماشي. نرجع على خطوة ثانية حتى ما أطول عليكم. إدارة الفئات الإعلانية الحساسة، هذا هو المطلوب الأول من هذه القضية. خلينا نقول انت اعمل الخطوات اللي اعملها. العاب الاندية، ماشي، ادوات، نعمل العاب الاندية. لا 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 لا، لحظة، العاب الفيديو العادية الانترنت، العاب الفيديو العادية الانترنت، هذا نعمل، لان احنا اطفال ما يتفرجون على قناتنا. نعمل هذا، انا عملت على اي شيء، انت كمان عمله وجرب، اذا ما نفع معك رجعها، مسموح به، انت ما خسران شيء. التعارف، عملنا التعارف. تنجيم وروحانيات، خلي روح. الثراء السريع، شو الثراء السريع، هات خلي بعده محظور. السياسة كمان خلي روح، جماعة السياسة ما يتفرجون على يوتيوب تبعنا حتى يتعلموا شيء. خلي نشوف عمليات المراجع للجنس والحياة الجنسية، هذا آخر واحد. هذا عملنا كمان حظر، هذا عملنا. عندنا الكحول، المشروبات، هذا الكحول عملناها. وآخر واحد مقامرة ومراهن، هذا كمان أعمل له حظر. هذا عملنا احنا 1 2 3 4 5 6 7 8، عدنا 8 عملنا حظر عليه، لان هذا اعلاناته ما في يعني شيء فيه. خلي ما نطول، ندخل على اخر النقطة. انت بس اعمل الخطوات. ادارة الفئات العامة، هذا ادارة الفئات العامة، الفئة داخل فئة، هذا فئة داخل فئة. مثلا عندك اجهزة كمبيوتر واجهزة الكترونية مستهلكة، انت تعمل كلينج مثلا هون، تشوف هذا فئة داخل فئة، مثلا مثل الصندوق داخل الصندوق، ماشي، الصندوق داخل الصندوق.
احنا نرجع هون خلينا نشوف او من اول وجديد. هون نرجع تحت، احنا اللي نحتاجه من هذه القصة العائلة والمجتمع. العائلة والمجتمع هون الإيمان والمعتقدات. الإيمان والمعتقدات هذا يعطيك مثلا اليهودية محذوف، محظور غير مسموح فيه، الخوارق وعادات اليهودية كمان. انت عمل على هذا، مو قصة بانه قصة إكراهية في الدين، احنا ما علينا من هذا الموضوع. احنا بس علينا بانه الاعلانات ما في اعلانات فيها، يعني ما يعطوك شيء، وبالذات هذا كمان البوذية والتنجيم كله خلصناه. هذا عملناه، شو باقي لنا؟ خلينا هذا، انه هذا خلصناه. نرجع هون الفئة العامة، ندخل مرة ثانية على الفئة العامة. احنا خلصنا مثلا ندخل كمان عملنا العائلة والمجتمع. ندخل مرة ثانية هون، نرجع تحت الإيمان والمعتقدات خلصناها. خلينا نشوف الرومانسية، هذا كمان نعمله. شو بدنا بالرومانسية؟ احنا كمان خلصنا هون. نرجع الفئات، نرجع للصفحة الأولى، ننزل تحت 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 قوانين والحكومات. هذا قوانين والحكومات، خدمات العامة، قوانين، شؤون عسكرية. هذا خلصنا. نرجع، خلينا نرجع لقوانين العسكرية هون، نعمل لهون. هذا محظور جزئيا، ولكن احنا نعمل محظور كليا. بهذه الطريقة احنا عملنا حظر لكثير مواقع حتى نشوف التغير في الربح. انت حاول بانه تعمل هذه الطرق، هذه الخطوات اللي انا عملتها، ان شاء الله تشوف الفرق، يعني فرق هائل، يعني صراحة تشوف الفرق فيها، يعني حسب القنوات حتى، بانه انت تجرب هذه الخطوات، ان شاء الله يضاعف، يعني اقل ما يضاعف عندك 5 6 اضعاف تضاعف عندك الربح من الاعلانات. انه انت حاول بانه تعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها، خلص يعني ما في حفظ، ما في اي شيء، انت عملت الطرق وخلصت. بهذا ان شاء الله تشوفون الربح اكثر واكثر ان شاء الله. قنوات الغير مفعله راح يفعل قناتهم باذن الله تعالى، ولا تنسونا باللايك والاشتراك من فضلكم. شكرا للمتابعه. انا عملت هذا الفيديو لكم، ان شاء الله تستفادوا منه وانتم تعملون فقط اللايك اذا ممكن من فضلكم. نشوفكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.